عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد من سلسلة شيء أعجبني في أمازون. حبيت نبارطاجي معكم أشياء اشتريتها من موقع أمازون كندا. اليوم راح نفتحوا إن شاء الله هذه الأبواب ونشوفوا ونكتشف معا ماذا يوجد بداخلها. بسم الله. المنتج هو عبارة عن كيكيغو. كيكيغو هو مسدس لعمل المساج على كامل الجسم. اشتريته من موقع أمازون، أعطيكم الرابط والثمن التي تشاهدونها عبر الشاشة الآن. هنفتحه إن شاء الله مع بعض هذا البيستولي ونشوفوا وش فيه الداخل. المنتج كما تشاهدون في كيس، وداخل الكيس في حقيبة يدوية مع اليد. جودة الحقيبة جودة عالية جدا. نفتحها مع بعض ونشوف وش فيها الداخل. اوكي، كما راكم تشوفوا المسدس هو هذا، مارك كيكيغو، عنده قبضة ملمس جلدي، مستحى جلدي نوعا ما، الأون الأوف. المقابض كان عدة أنواع وأشكال، كل شكل يؤدي دور معين. قطع بلاستيكية. هذه القطعة فيها نوع من المطاط لكن صلب نوعا ما. وعندنا الشارج، يعني يعطي باش نشارجو بيه الشارج اللي نشارجو بيه الآلة تاعنا. هذا هي الأون. كاين ثاني طبعا ننسى، كاين مانيوال دليل المستخدم، مساج جان المستخدم بعدة لغات، انجليزية المانية فرنسية ايطالية واسبانية. نشوف معايا طريقة الاستخدام. وعندنا هنايا هذا يعطوه لك 24 دولار، يعني قاعدة باش تحطو فيها المسدس باش مشاش هاك فترة عاد تردوه للحقيبة. هنايا جيفت كارت مساج فين شارجينغ بيس جيت ذيس فور فري جيفت كارت، يعني مجانا يعطوا لك هذا، تبعث لهم الاخر يبعثوا لك مجانا. هنايا لي سيبور، لو عالم يجي هنايا باش نبدل هنايا سي ونشعلو هون. يا سلام، مساج يعني
بسرعة. يعني شيء رائع جدا للمساج، ديروا به المساج في المنزل حتى يكون عنده آلام أو دار سبور أو عنده آلام في المفاصل أو في العضلات، بهذا البيستولي يلبسه لاجي يعني يستعيد العافية تاعه. أشكركم على مشاهدة هذا الفيديو، ونلتقي في فتح علبة أخرى في أمازون من سلسلة شيء أعجبني في أمازون.